الصبح قعدنا سباحة. يلا اسبح سباحة الكلب. وين ابو مادة؟ زين شربوا الكلور كله. ودي تعلم سباحة. الله ساب طقع. ابو حسين قواك الله. ابو حسين قواك الله. الشيخ البارحه خرطه خرطه. ها؟ ليش؟ اسف علي. اعطى لك من 10 علي. ايش العشره؟ طشرت. جئت سبحكم من بعد فحييني. يا دجلة الخير يا ام البساتيني. احييت سبحك ظمآن الالوب. هذا شعر عراقي كاتب شاعر عراقي عديد. اللي يعرفه قاري الادب العراقي. فنكم من كاتبه؟ خلك عزيز النفس دوم يا بني ادم ولطخ الرزوم يا بني ادم واطلب الحكم لهلها وانت اسمالك بذلها واطلب الحجم لهلها والنفس مالك صباح الخير. يلا كريم وين؟ احنا جانب. يلا كريم خلنا نسبح. يلا يلا نروح قدامي. ها يلا. ها والله هلا ذنب. هاي بتيشيرتك ذبه. لا مستحيل. ولك ذبه ما صورك صلخ ذبه. والله هسه من طب يروح يضيع جسمك. لا 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 مو بتيشيرتك كريم. ما يصير انا راح انسى. روح كريمي. اي روح اسبح. اي روح 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 عفي. اي اي بطل بطل بطل. هاي اي ها على كيف. هاي جا تعرف شنو بعد. ها جا تعرف. ها والحبات شاشنه هسه منا منا اروح اللي ما اعرف اطوف. ها هسه تعلم عليها بعدين. هاي تطوف. باوع. هسه روح منا اللي هناك. روح. وين؟ منك اللي هناك. منا اللي هناك؟ منك هيك ايش بالطوف منا اللي هناك شيء. يلا روح. لا تشلب ولك هو واقف يمك لا تخاف. غير وين؟ شو يسمون هذا كريم؟ بغداد. عثيق عنقود. زرقني بعنقود عنب. شنو ذاك التفاح؟ شو يسمونه ذاك التفاح انتم بغداد؟ احنا بالبصره نسميه تفاح ابو سيوه. انتم ابو سيوه. اي شنو؟ عين المزرعه ان شاء الله راح راح ناخذ انا وكريم عين المزرعه. راوية هاي زين. الله عنب وسبرايت فو. شنو هذا؟ عنب وسبرايت. سبرايت؟ قول. تقول سيف من علي من سبرايت؟ ها؟ هم صديق. كملنا سبحانه وكريم. جينا ناكل عنب وسيف. ايه. اسمه تو سميته؟ عنقو. لا. سبرايت. هذا الحطب مال سنة يكفيه. ايه. مو مال سمك ها؟ لا لا مو مال سمك. الجو حار. نعطوه بعد شوية. اي والله تعال شوفك لوسي. شنو لوسي؟ تعال شوف. كريم دير بالك ترى احنا وصلنا لمكان خطر.
كريم حياة الريف حلوة ها؟ الله أمنيتي أعيش في الريف أمنيتي. قول والله. والله كله طبيعي. شوف إيش حالاته هنا قاعدة. خلنا نروح نجيب تفاح ونجي. ناكل البداية تفاح. راح ناكل. كريم جاب لي ليمونة وياه شوفوها. وهسه جينا التفاح شوفوه. هذا شو تسمونه انتم؟ انا بالبصرة يعني نسميه كريم شو نسميه احنا بالبصرة؟ انا اقدر احكيها تفاح ابو فشيو. الله اصله اصله بالسفر شوي بس ايش تخلي له هنا ناخذ هواي ونروح ناكله بملح وليمون. الله شوفوا حبايبي تفاح هذا من الشجرة للخضار. واو شو يسمونه انتم بالبغداد؟ تفاح صغير. حلو طيب حلو. اي شنو تريد لك انضمهم اخذ. يلا كاف تعرف فيني طشيت؟ لا هاي القوجة هاي القوجة اللي كلها تدور عليه. ايوه بارحة قطعناها كلها كنا هذا جعناص عنجاص جعناص احنا نسميه جعناص والعباس هذا هاي شو يسمونه احنا نسميه جعناص طو عرموط عرموط بعد ما لاحظ لا بالله اي بعده هذا انجاص انجاص هاي شنو تين هاي شنو لا الو 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 اي تسمونه الو لو الو الو هنسميه الو والله حلوه طيني طيني بعد كريم تعال هاك حلو هذا حلو هذا الالو فول هذا الالو صدق طيب يخبل مشات خلصا معاه شنو هي كريم يموت يلا نروح خل نروح يلا حلو هذا حلو هذا الالو فول هذا الالو صدق طيب يخبل مشات خلصا معاه شنو هي كريم يموت